كانت هنا مدينة تواترت قصص التاريخ عن عظمتها ولم يكتشف منها إلا هذه الأطلال، مدينة الحيرة في محافظة النجف المرتبطة بالتاريخ العربي في العراق على عهد مملكة المناذرة تبدي طرفا من ذلك التاريخ. تعتبر الحيرة من المدن التاريخية المهمة التي تغنى بها الشعراء وذكرتها المصادر، مصادر كثيرة هي تحدثت عن مدينة الحيرة، عن قصورها، عن أديرتها، عن الكنائس، عن الطبيعة الاجتماعية لمدينة الحيرة وتأثيرها في ذلك الوقت. مدينة الحيرة مدينة كبيرة وتحتوي على العديد من الآثار التي ما زالت مضطمرة تحت الأرض، والتي هي عبارة عن تلول، والتي تعرف بأطلال الحيرة القديمة. مدينة الحيرة الأثرية هي جزء من سلسلة جغرافية مليئة بالمواقع الأثرية، لكن الإهمال البحثي والتنقيبي حال دون اكتشافها بشكل كامل. لا شك أن مدينة النجف من المدن التاريخية المهمة الزاخرة بالعديد من المواقع الأثرية والتراثية والتي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، وهم تلك الآثار هي الآثار المسيحية الموجودة في منطقة بحر النجف وامتداداتها، وهي امتداد لمدينة الحيرة. آثار العراق لا تجد العناية الكافية، وبعد عام 2003 أصبحت عرضة للنهب والإهمال. للأسف كل دول العالم أكيد أدها مثلا خطط معينة لانتشال أو لإبراز مواقعها الأثرية، تضمينها بلوائح المنظمات الدولية من ضمنها منظمة اليونسكو، لكن بالعراق للأسف نشوف وزارة الثقافة ما أعرف يعني إهمال متعمد من قبل الوزارة أو إهمال أو تقصير يطال المواقع الأثرية، خصوصا المواقع الأثرية المهمة سواء كانت الأديرة أو الكنائس أو المواقع الإسلامية في محافظة النجف أو بقية المحافظات. وهذا حقيقة يعني صورة يعكس صورة سلبية على العراق باعتبار العراق بلد أثري وتاريخ كبير. أطلال تفتح نافذة إلى كنوز التاريخ التي تخبئ كثيرا من الأسرار عن العراق، مهد الحضارات القديمة.